أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخشش وعافيت کی دعا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں خطاؤں کی اور عافیت سلامتی کی، دکھ بیماری اور مصیبت سے بچنے کی دنیا اور آخرت میں. بخشش و عافیت کی دعا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.